بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما يعني شرفنا على شرفنا بحمد الله تبارك وتعالى على الانتهاء من الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، وهي متكلم على حوالي 25 دليل. اليوم نقف عند الدليل 20 كالعادة، بنذكر بالإطار الذي يتحدث المسلمون من خلاله، لأنهم يقولون كان الله ولم يكن شيئا، وإن كل الأمور خلقها الله تبارك وتعالى بقدرته، وإن هذا الطرح ليس في أي تناقض، موافق للعقل، موافق للفطرة، موافق لما يقتضي العقل في التأمل في جميع الموجودات والمخلوقات، وإنه فقط بيقول لك أن النقطة التي قبل يعني ما وراء هذه النقطة أنت لا تطيق أن تفكر فيها، فسلم لما ترى من أدلة وشواهد وبها تستقيم حياتك. ولأن حتى الحياة الدنيا قائمة على هذا، فكثير من الظواهر المخلوقة معظم الخلق لا يحيطون بها علما، وإنما يجدون آثارها ويجدون أنها لا بد لهم من استعمالها. كل سبب ذلك يعني الظواهر القديمة والحديثة، الكهرباء والاتصالات وغيرها ونحو هذا. أن في المقابل الطرف الآخر على اختلاف أنواعهم بيتمسكون بشبهات لا تغنيهم عن الحق ولا تقيم لهم رؤية متكاملة، وإن حتى لما يجوا يتكلموا على الخلق ما حدش منهم بيبتدلنا من العدم زي ضرون وغيره، بدأ لنا على زعمه من جرثومة ملقى في ماء آثن أو نحو ذلك. ما الأدلة اللي يكفي المقارنة بين الطرحين دول ليتضح لكل ذي عقل يعني أي الأمور يجب عليها أن يعتقد أو أن يسلم لها. لكن احنا كل مرة نتأمل في الموجودات في هذا الكون من حيثية ما تؤدي بنا إلى هذه النتيجة، يعني هي النتيجة واحدة اللي احنا نتكلم عليها دائما، تؤدي بنا إلى نتيجة واحدة، أنه يا العقل حتى وإن يعني بغض النظر عن الدليل السمعي من الوحي من قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا، أن العقل بيحتم عليك أنك تقول كذا، وأن الفلاسفة اللي ممكن يكونوا لم يتدينوا بدين أصلا أو دينوا بأديان غير دين الإسلام أو غير ذلك، كلهم كان نتيجة تدبرهم في يقولوا لازم في الآخر نقر بنقطة ما نحاولش نوصل لما هو بعدها وبها يستقيم، أو لما هو قبلها أو ما هو أبعد منها يعني، وبها يستقيم كل ما وراءها، إن كان هناك خالق قدير عليم لا 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 تسري عليه كل هذه القوانين لكي يكون هو منبع هذه القوانين. ليه؟ لأننا وجدنا كل الموجودات كل شيء مفتقر لعلة، ولقينا كل موجود منها ليس فيه عوامل النقص الذاتية، وفي أنه ليس خالقا لنفسه، وإلى غير ذلك من أنواع التأمل. هنا التأمل في الدليل 20 اللي أورده العلامة القاسم رحمه الله تبارك وتعالى بينظر نظرة سهلة جدا وبسيطة ويمكن ملاحظتها بسهولة، وهي أعمار الكائنات. يقول مما يبرهن على أن الكائنات حادثة، ما هي دي احنا كل كلامنا ايه؟ إثبات أن كل هذه الأمور حادثة، مفيش حاجة منها أزلية، أن عوامل نقصها موجود فيها،
عوامل احتياجها الخالق موجود فيها، وان انت حتى لو ما جالكش الرسل كان ينبغي ان تقر بان ثمة خالقا ازليا يختلف عن كل هذه المخلوقات، صدرت منه هذه المخلوقات كلها. فهو الماديين بيحاولوا يعفروا في مسألة ايه ازلية المخلوقات المادية، ده اللي كيان في وجود الخالق. فبيقول مما يبرهن على ان الكائنات حادثة حتى عند الماديين انهم يقدرون للارض والشمس والكواكب وغيرها اعمارا لقطعهم بحدوثه. بلك بيجي يعمل ايه؟ احنا قلنا كتير برضو عن حيل نفسية هم بيعملوها مع نفسهم او مع المستمع ليهم او كده، يحاول يكلمك عن مش مئات السنين ولا الاف السنين، يكلمك على ملايين السنين او عشرات الملايين من السنين، بحيث انك في الاخر تقول دي في حسك تساوي الازل. يعني فده يعني ما اتكلم، هي في النهاية عمر، حتى الاعمار دي بغض النظر طبعا كلها لا يمكن القطع بها، هي بيعتمد على بعض الدلائل، وما لا يوجد موقف شرعي ما بيحتم عليك انك انت تقف موقف معين من عمر هذه الكائنات الابحاث بتاعتهم في هذا الباب. بالعكس، ابحاثهم في هذا الباب بتؤكد انها مخلوق. هو غالبا بينحاز، او ربما يكون هي دي نتيجة البحث العلمي الحقيقية، بينحاز انه يتكلم عن عمر بملايين السنين للارض وللشمس والاجرام السماوية بصفة عامة، ويظلل هذا بطريقة عرض معينة تخليك تستشعر الله انت مهتم بكم سنة، يعني انت كانسان مهتم بخمسين سنة فاتوا، طب تاريخ عيلتك مهتم بمئة سنة، مئتين سنة كمان فاتوا، طب تاريخ امتك مهتم كمان بألفين سنة فات، طب سبعة آلاف مثلا. لا، هو بيطلعك برا نطاق آلاف السنوات، انه بيكلمك على، لا انا بتكلم بالملايين. ممكن انت تبتدي تشعر لا اراديا دايما الحاجة البعيدة عندك، يعني مثلا لو انت انسان الان حد عطاك مثلا عشر قروش انت هتعتبرها تقترب من الصفر. لو حد كلمك مثلا على مش عارف 100 مليار دولار انت هتعتبرها تقترب من الملا نهاية، يعني في حسك انت دي حاجة بعيدة عن تخيلاتك وبعيدة عن حساباتك. فده حاجة موجودة في عقل الانسان وموجودة في اللغة العملية، ان ممكن في كمية تكون موجودة تقترب من الصفر. يعني انت ممكن تلاقي كسرة خبز مثلا صغيرة ما توطيش عليها مثلا زي ما بيقولوا، او تلاقي مبلغ حقير جدا من المال يبقى اقترب عندك في حسك من الصفر. وممكن حاجة كبيرة جدا اكبر من تخيلك تقترب من ما لا نهاية، لكن ده ما غيرش الحقائق، ما غيرش ان ده رقم له معنى، وممكن عند غيرك يكون لا ما زال في نطاق الارقام اللي هو مهتم بيها، واللي هو الراجل شغال في مليارات اصلا مثلا. يعني فالشاهد هنا انه لما كلمني بملايين السنين وانا اهتماماتي تبقى بالاف السنين على اقصى درجة اهتمام، بيحاول يلقي في نفسي انه ما هو ده يساوي الازل. نقول له لا، ده بتكلم على مسألة عقدية كهذه، الازل هو الازل. ولو كلمتني على مليون سنة، مليار سنة، مليار مليار سنة، كل ده بتكلم انك تتحدث عن ان هذا مخلوق حادث، يبقى لابد له من خالق، يبقى القضية موجودة زي ما هي. وبالتالي كلامهم على اعمار المخلوقات حتى وان اطاحوا بها الى يعني بخلوها في نطاق الملايين، وكما ذكرت يعني مش المسألة لا ندري مدى دقة ابحاثهم في هذا الباب، لكن حتى لو سلمنا بدقتها فكل هذا دليل لإثبات وجود الله تبارك تعالى وإثبات أن هذه حادثة. يقول فهم طالما هم قاطعون بأنها حادثة يبحثون لها عن عمر، وهم قاطعون أيضا بأن الموجود لا يصدر عن نفسه ولا عن معدوم. دي قالوا دي وجدت من مليون سنة أو من خمسة مليون سنة أو كذا. طيب هيبقى السؤال حتى بقى قبل الخمسة مليون سنة دول عند نقطة حدوثها
هذا الشيء الذي يوجد، لا يوجد نفسه، شيء لا يوجد نفسه ولا يوجد من العدم. ويبقى السؤال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قائم حجة عليهم. وإن كانوا هم حيحاولوا يثبتوا في أذهاننا إن الشمس مش عارف عمرها كم مليون سنة وإن الأرض عمرها كم مليون سنة، نقول له عند لحظة حدوثهما أو حدوث كل منهما نحن نطرح السؤال، ما زال السؤال عندنا مطروح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فتعين أن يكون لهذه الموجودات كلها مصدر وجودي، لا هي مصدر نفسها ولا تحيلها للعدم، لا تحيل وجودها على الصدفة أو فلا بد من مصدر وجودي. ثم إنهم جازمون أيضا بأن مصدر الكائنات والأصل الذي وجدت منه غير معروف في ذاته، وإنما يجب أن يكون موجودا ذا قوة. ده الدليل العقلي. الدليل العقلي، ما هنا احنا بنقول له ايه، انا واخد ايه من الدليل العقلي؟ جزئية ان العقل يحتم عليه ان يعتقد بوجود خالق. بكمل بالنسبة للمسلم، احنا ذكرنا في البداية خالص ان مسألة ان الملاحدة دول قليلين جدا، وان معظم الامم بتقول بوجود الله تبارك وتعالى الى غير هذا، ماشي. بس ده ما يعنيش ان احنا لما نيجي ننظر كده كلنا كتلة واحدة من يقرون بوجود الله والملاحدة. ليه؟ لان لو انت عملت كده هتلزم نفسك بان الملحد ده يقول عندكم، وانت واخد انت فريق واحد اهو، عندكم في كتبكم امور تناقض العقل، هتعمل ايه وقتها؟ ده موجود فعلا في الكتب ما ادخله الاحبار والرهبان في التوراة والانجيل وغيره. فانت ليه ما انتش ملزم تجاوب عن حد غيرك؟ انت تحدث عن الاسلام امام الملاحدة وليس عن كل من يقرون بوجود الله، كانهم احسن حالا. يعني الذين يقرون بوجود الله ثم ضلالهم من باب اخر احسن حالا من الذين لا يقرون، لكن ده مش معناه انك تناظر انت وهم مع بعض. ولكن احنا بنقول انا معاه في العقل، هيوصل العقل مش هيوصله لكل ما اتى به الوحي، ولكن يوصله ان هو في الاخر كل هذه المخلوقات مخلوقة وان لابد لها من خالق. اقول له طيب في رحلة البحث عن الخالق وعن معرفته اتاك من يقول انه رسول من عند هذا الخالق؟ هذه دعوة. ده بنتكلم مع الكافر بنقول له هذه دعوة. الدعوة أمر ادعاء، يعني يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هل نظرت في هذه الدعوة؟ ده اللي هنطلع منه على طول بعد الكلام على أدلة وجود الله تبارك وتعالى، لعله هو جعل بعض بعض الأدلة تتحدث عن دعوة الرسل، لكن أنا هنخليها هو وبعد كده أفرضها بالكلام لوحدها. يبقى نقول له انت الان خلاص العقل والفطرة بيقولوا لك ان لابد من وجود خالق، وكمان سمعت دعوة من مخلوق، والمخلوق ده يعني من افضل المخلوقين قبل ما تسمع منه الدعوة دي. يعني الله تبارك وتعالى كان يجعل الرسل له من اوسط اقوامهم نسبا ومن احسنهم سيرة قبل البعث، مبالغة في إقامة الحج على العبادة. ذلك خد بالك يعني موضوع الرسوم الكاريكاتيرية التي يعني تخرج كل فترة، ده محاولة للتشغيب على القضية، يعني محاولة انه يدي صورة ذهنية مسبقة في ذهن الرجل الأوروبي الذي لم يبلغه الإسلام بعد او لم يبلغه على الوجه، او الذي يفكر في ان يدرس قضية الإسلام، أبي حاول يسبق المسألة تماما ويشوه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ده جزء بلا شك من إقامة الحج. يعني جزء مما جعل الله تبارك وتعالى إقامة الحج على العباد به أن جعل رسله من أفضل الناس خلقا وخلقا قبل أن يوحي إليهم.
والغرب بيبقى في بيشعر بنوع من الحرج البالغ من بعض الكتابات التي كتبها أناس ليسوا مسلمين ولكنهم أبدوا الانبهار بمحمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، آثاره، حتى لو عاملوه على أنه مصلح اجتماعي، وهذا يعني لا ينبغي أن نفرح به كثيرا من جهة أننا نؤمن به كرسول، فهذا أعلى بكثير من إيه. ولكن في ذات الوقت قد يكون له بعض الأثر عند هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا له قط، ولو طب شوف ده الذي كفر به ما أضرش غير أنه في الآخر يجعله يعني مصلح اجتماعي عظيم، وهو في ذلك نوع بيحاول يوازن بين مقتضى دراسته للشريعة الإسلامية وما فيها من حسن وتمام وبين إصراره على كفره وعلى عدم إيمانه. فبدل ما يوصفه بالإيه، بدل ما يوصف هذه الشريعة أنها كاملة لأنها من عند الله، قعد يمدح في من أتى بها وكأنه كذب على الله والعياذ بالله، ولكنه كان رجلا محبا للخير للناس، وكان عبقريا، وكان زي ما بتسمعوا في كتابات للبعض بيقول لها كتابات المنصفين من الغربيين، وإحنا لازم نقف منها الموقف الواعي جدا. يعني أنا من جهة بقول هذا رجل يعني تنازع داخله وعقله ومقتضيات أمانته العلمية في البحث إن كان مع إصراره على الكفر، فخرج بالكلام ده يعني. وممكن حينئذ استعماله في الدعوة للإسلام من هذه الحيثية لا من باب الترحيب العالي للبعض بيعمله، وهو لا يعني لا يفطن أنه بهذا قد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم برتباته العظيمة أنه أفضل يعني سيد ولد آدم وأنه أفضل المرسلين لأنه مثلا مصلح اجتماعي عظيم أو غير ذلك. لكن عموما أنا بقول هنا هم في الجملة زي ما بقول القصيم رحمه الله احنا متفقين على ان هذه المخلوقات لابد لها ان من موجد ومن خالق، وانهم لا يعرفون بعقولهم ما بيعرفوش يعني لا يعرفون كنهه بالضبط، وانما يقرون انه بمقتضى العقل انما يجب ان يكون موجودا ذا قوة. يقول فالمادي منهم يقول المادة مع القوة أصل الموجودات كلها. شوفوا هنا بيداري برضو إيه ما اضطره إليه العقل من أن يقر بخالق بس مش عايز يقول أنه خالق، فيتكلم عن إرادة بغير مريد وخلق بغير خالق، ويقوم يسمي ده إيه القوة. أقول له يعني إذن أنت في الآخر ما بتتكلمش عن مادة مجردة، فكل ما يتزنق في حاجة حول هناك قوة حولت المادة من صورة كذا إلى كذا، قوة عملت الانشطار الأول العظيم، قوة اللي انت عمل يعني هو الآن حاول أن يسد الخلل في رأيه بهذه العبارة الغامضة. وكان الواجب عليه بدل من يقول القوة بيقول أن يعترف بوجود خالق كما ذكر. يقول فالمادي منهم من يقول المادة مع القوة أصل الموجودات كلها، وإذا سألته ما هي المادة التي تعنيها يقول إن حقيقتها غير معروف، لأنه هو فكأنه اختلف مع غيره في التسمية واتفق. طبعا هم دايما لا المادة هم عارفين حقيقتها، ولعل السؤال فإذا سألته عن القوة التي يعنيها، وهنا بيقول المادة. وربما يكون الكلام لو سألته برضو عن المادة لأنه هو بيقول المادة والقوة، طب مين قبل التاني؟ فلو سألته المادة دي فممكن يضطرب لو حاولت تقول له طب كلمني عن بداية ظهور هذه الايه هذه المادة. يقول واتفق الجميع على أن هذه الكائنات كلها قد صدرت من موجود في قوة حقيقية غير معروفة الكون هي، وهو ما عليه المسلمون. لا يعني وهو ما عليه المسلمون دي يعني مش دقيقة قوي، يعني قول ده القدر اللي العقل بيوصله لك. مفروض انت هتكمل البحث بقى، هتكمل البحث عن طريق ايه؟ عن طريق دعوة الرسل. يعني انت خلاص جواك يعني فطرة بتناديك واقناع عقلي بيدعوك الى ان تعتقد بوجود هذه القوة، ثم سمعت دعوة الرسل عنها
فما عليه المسلمون طبعا أعلى وأتم وأفضل، ووصفهم لله عز وجل بالأوصاف التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه، بعيد عننا نتكلم عن قوة مجهولة الكون، ولكن ده القدر العقلي اللي هنتكلم به مع أي حد. وإلى هذه النقطة وأقول له خلاص طالما أنت عرفت كده كمل البحث عن طريق دعوة الرسل. طبعا احنا اتكرر معنا كتير ان احنا بنتسامح شوية في بعض الألفاظ، او المؤلف بيتسامح اكتر كمان، سامح في بعض الألفاظ الفلسفية التي يقتضيها السياق، وان كان لا مانع من باب لا مانع بالنسبة لنا من باب ان نعود انفسنا الادب مع الله تبارك وتعالى، ان احنا نكرر دايما ان التعبير ده ليس هو التعبير المطلوب وليس هو التعبير اللائق بجلال الله عز وجل. لا بأس ان احنا نكرر الكلام ده معا. يقول اقول يشبه هذا ما يذكره علماء الجدل من باب الاسترسال مع الخصم والاستنزال إرادة نزوله عن فاسد عقيدته. يعني احيانا انت يكون المخالف طرق البراهين لما عايز تثبت مثلا قضية معينة أنها خاطئة، فأحد طرق أنك تفترضها صحيحة. يعني يقول لك إيه مثلا، أنت ممكن لو جالك في امتحان اثبت أن المقدار الفلاني لا يساوي المقدار الفلاني، ده أسهل طريقة في حتة لا يساوي دي، لأن ممكن يقول لك افضل أنها اثبت أنه يساوي دي لا. لكن لو يقول لك اثبت أنه لا يساوي، يعني اثبت أن القضية خاطئة، فممكن أحد الطرق أن تفترضها صحيحة وتفضل تجري العمليات رياضية عليها، وبعدين في الآخر تقول افتراض أن المقدار ساوي المقدار ده وصلني إلى أن واحد بتساوي صفر، يبقى وصل لنتيجة حتمية الايه الخطأ، يبقى الافتراض ذاته ايه خطأ. فده بيسمى نوع من التنزل لما يكون الشيء له لوازم باطلة واضحة جدا انها باطلة، فانت بدل ما تثبت مباشرة، ممكن يكون اثبات ان الشيء ده باطل طويل شوية او صعب او لا يفهمه معظم الناس، بينما يلزم منه لوازم في غاية البطلان. اقول له طيب سلمنا لك جدلا ان كلامك صح، شوف بقى هيحصل ايه من هذا الكلام، فسيلزم منه كذا وكذا وكذا من الامور الباطلة اللي كل الناس تدرك بالفعل انها ايه انها امور باطلة. يقول مثاله في الشرع او من اوضح امثلته أو على قول بعض أهل العلم وده الراجح، فعل إبراهيم عليه السلام مع قومه، يقول هذا قاله تقي الدين السبكي في قوله تعالى وكذلك نور إبراهيم إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إلى قوله تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، إنه لما قعد يقول هذا ربي هذا ربي كان من باب التنزل. العلماء اختلفوا كتير هل يليق بإبراهيم عليه السلام ان هو يقول هذا يقول هذا الباطل في التنزل ممكن بتقول ايه، فلنفترض، وده بيبان من السياق في المناظرة، يبان من واحد بيقول كلام هو يعتقده ومن واحد بيقول كلام في مناظرة مع مشرك ثم ينتهي الى نقد الكلام، يبقى واضح سواء بقى استعمل هو في كلامه حرف استفهام أهذا ربي أو استعمل عبارة طويلة تفيد التنزل أو لم يستعمل. ليه؟ لأنه واضح أن هذا كان من باب التنزل، فيقول هذا ربي، وبعدين يقول لهم شوفوا بقى ولكن وجدنا فيه آفة لا تناسب كونه ربا، أنه يتغير، فاكرين ذكرنا دليل التغير؟ طبعا هنا استعمل إبراهيم عليه السلام دليل الأفول فلما أفل، لأنه مش تغير بس، ده هم البشر اللي جواهم فطرة أن لهم خالق، ما دي ده جزء من الفطر، لكن إيه جزء سليم من الفطر،
لكن لما كملوا كملوا غلط، لأنهم لم يهتدوا بدعوة الرسل إنهم ألهوا الأجرام السماوية العظيمة. طب أنت ليه انصرف ذهنك إلى الشمس مثلا؟ على أنها عظيمة وكبيرة وموجودة ومفيدة إلى آخر هذا. طب دي بتمشي، فليس مجرد التغير أو الحركة أو غيرها مما هي، ولكن كمان الجزء اللي انت اعتبرته كمال فيها هذا كمال مؤقت، فكان من هنا كان هذا الدليل. فهذا ده نوع من أنواع التنزل، إن حد بيقول كلام باطل وأجد إن من أسهل طرق نقضه إن أنا أن أبين لوازمه، تكون لوازمه أوضح منه، لوازمه أوضح في البطلان منه، ده في حاجات كتير جدا أو في معظم الحاجات. يقول: هذا تعليم من الله سبحانه لإبراهيم عليه السلام للحجة على قوم، فأراه ملكوت السماوات والأرض وعلمه كيف يحاج قومه، وقال له حاججهم في مقام بعد مقام على سبيل التنزل إلى أن تقطعهم بالحجة. يقول: ولا يحتاج مع هذا، طالما فهمنا أن ده من باب التنزل، إلى أن نقول إن كان في ألف استفهام محذوفة، هذا ربي أو نحو ذلك، لأن السياق دل على أنه تنزل، فلا بأس من أن يقوله على ما النحو الذي يقولونه. ويؤخذ منه أن المقول على سبيل التنزل ليس اعترافا وتسليما مطلقا، لا، ده تسليم من باب إقامة الحجة في الآخر، حيكون العبرة بما يقال في نهاية المطاف. وقول الفقهاء تسليم على سبيل التنزل معناه هذا، يعني ساعات الفقهاء ده كتير بقى عندهم، ليه؟ ممكن أحيان كتير تلاقي في نزاع في حد من العلماء بيحتج بحديث الآخر يراه ضعيفا، ماشي، وبعدين كمان على فرض صحته لا يفيد، فيقوم الأول يناقش الصحة وبعدين يقول طيب نعرض عن موضوع الصحة ده، نفترض إيه إنه صحيح، من باب التنزل. هو غرضه هنا إن يقول حتى ولو كان هو صحيح من حيث السند فما زال من حيث المتن لا يفيد ما تذهبون إليه. يقول: وقول الفقهاء تسليم على سبيل التنزل معناه هذا، أي أنه يقول نقدر أن الخصم نطق به فننظر ما يترتب عليه. يبقى هنا أنا عندي دليل أعمار الكائنات، ده دليل سهل جدا كل الناس تقدر تتأمل فيه، ونقول له كل الماديين يتحدثون عن أعمار للكائنات، حتى الكائنات اللي هي الأجرام السماوية العظيمة التي هي في عقيدتنا خلقها الله عز وجل منذ أمد بعيد، وأنها يعني تكون موجودة إلى قيام الساعة. فهذه المخلوقات الأجرام العظيمة في هذا الكون هم يقدرون لها أعمارا، وذكرنا ما يترتب على قضية أنهم يرتبون لها أعمارا، يبقى مقتضى كده أنهم يقولون بأنها مخلوقة، حتى ولو كانت الأعمار دي بعيدة فهي مخلوقة. ويبقى يرجع ويبقى معنا السؤال اللي احنا قلنا يمكن الحجة العقلية الرئيسية بعد دليل الفطرة هو الدليل الأصلي، ثم ليه الحجة العقلية الرئيسية، أم خلقوا من غير شيء أم إيه؟ أم هم الخالقون؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.